من سنتين تقريبا شركة أدوي اللي هي تمتلك فوتوشوب وأفتر إفكت وإليستريتور طبعا اشترت ألجوريزمك، وهي شركة مشهورة جدا في عالم 3D. هي ألجوريزمك هي شركة تحتها يندرج 3 برامج منهم سبستنس بينتر وسبستنس ديزاينر. ايه هو سبستنس؟ هو اشهر برنامج اندستري ستاندرد في مجال التكشرنج. طب ايه هو اصلا التكشرنج؟ في فرق عندنا بين في التكشر والماتيريال. التكشر دي فيها نوعين، ممكن يكون ايمج تكشر تطلق، الخامة دي تطلق وليكن وود تكشر او ميتال تكشر او كونكريت تكتشر او فابريك تكتشر، دي كلها انواع من الخامات ممكن يتم عن طريق احد البرامج، او ممكن يتم توليد او جنريت بروسيجرال تكتشر تحاكي الايمج تكتشر. طب ليه بنولد اللي هي البروسيجرال؟ لانها بتكون اعلى دقه، ممكن نزوم حتى 8 كي او 16 كي او 4 كي بدون استهلاك ميموري، وطبعا التفاصيل بتكون دقيقه جدا زي شبيهه بالبيكسل وي او فوتوشوب والاستريتور. نفس الموضوع من البروسيجرال تكتشرال والايمج تكتشر، ده الخامه. فاذا الموضوع بيتطلب سكيلز وحسابات رياضيه او نودز، بيعتمد على النودز. اي رندر انجنز سواء كان سايكلز او ايا كان، طبعا في بلندر هو دلوقتي المين انجن، ريليسك هو سايكلز، وفي ايفي طبعا لكن سايكلز اكتر واقعيه. ممكن يتم وفي معظم الريندر انجنز ايضا ممكن يتم توليد بروسيجرال تكستشر يعني شبيهه بالايمج تكستشر بتعطينا واقعيه، ولكن ما بتستهلكش ميزتها، لما بتستهلكش رام وبتكون اكتر واقعيه. ومن هنا اتى دور سبستنس او شركه الجوريزمك انتجت لينا سبستنس بنتر وسبستنس ديزاينر. سبستنس ديزاينر هو خاص بانشاء الماتيريال عن طريق الطريقه اللي احنا اتكلمنا عنها البروسيجرال، ولكن سبستنس بنتر هو فقط للتكتشرنج. في طبعا الريندر ولكن غير واقعي، يعني هو بيعملش موديل اي شيء، فقط بنستورد الموديل من اي برنامج سواء كان بلندر او مايا او سينما 4D، وبنستورد الموديل ويكون في ان راب. كل المواضيع ديت لو حد عنده بيزك نولج فهو عارف انا بتكلم عن ايه. فاحنا بنستورد الموديل نضيف لي الماتيريالز بتكون واقعيه. في نقطه، السبستنس بنتر هو ماتيريال بينتنج وليس تكتشر بينتنج. يعني في قديما كنا بنستخدم وليكن نلون خامة سلوت للرفنس اللي هو اللمعة ما بيكون، ونلون سلوت للديسبليسمنت أو هكذا أو البامب أو نورمال ماب. ولكن في السبستنس متر احنا بنلون الخامة، بنلون عن طريق الخامة عن طريق الماتيريال، وفي الآخر عن طريق الإكسبورت بنصدر الماتيريال أو الخامات دي لأي رندر إنجن او اي برنامج اخر. التكتشرز عندنا طبعا في 4 تكتشر معروفين، البيز كالر او والهايت طبعا والديسبليسمنت والبامب والنورمال ماب والرفنس والميتاليك وهكذا. طيب هل السبستنس ليه بدائل؟ في بدائل، في الكويكسل ده مجانا تماما من انتاج 2021، ده مجانا تماما دلوقتي. طيب هل في بدايل للسبستنس بنتر؟ الناس اللي بتستخدم لينكس او ماك في برامج اخرى بديله، طبعا السبستنس بنتر بيشتغل فقط على الماك وويندوز. الناس اللي بتستخدم لينكس او ماك ممكن في برامج بديله من شركات اخرى وتؤدي نفس الجوده المطلوبه واقدم من سبستنس بنتر. اتمنى يكون هذا الفيديو مفيد. دي كانت عباره عن مراجعه سريعه والفرق ما بين السبستنس بنتر والسبستنس ديزاينر.